ما شاء الله. طيب الحين الفرق الإذاعة من التلفزيون، يعني يمكن الإذاعة يمكن بيكون فيها الجهد مضاعف لأن الجمهور فقط يسمعك، يعني إيه لازم تركز على الصوت، مخارج الحروف، حضورك، يعني أنا أتوقع من وجهة نظري أن الإذاعة بتكون أصعب من التلفزيون. لا، التلفزيون مهمته صوت وصورة. إذا أنت إذا خذلك الصوت لن تنجح في التلفزيون. الصورة صحيح قد تقدمك للمشاهدين وأنت مذيع مبدع وجميل وعلى الشاشة وكل شيء، لكن بيقول لك يا أخي هذا ما عنده اللتغة، عنده الحرف هذا مكسور، الحرف في صفير، الحرف في كذا. هذا في الإذاعة؟ لا، هذا حتى في التلفزيون الصوت. اسمع ليش أبو عبد الله، يعني أنا في التلفزيون الناس تشوفني، يعني أنا عندي حركات، ينسون هذه الأشياء، ينسون ينسون تعثر الكلامي، اللتغة، ممكن يشيل يعني من كل ممكن يشيل أي. ولذلك الصورة هي التي تخدم، هي التي تخدم الإنسان في مثل هذه المراحل. يعني دائما صورتك أمام المشاهدين جيدة وجميلة، لكن أيضا المدققين اللي يبغوا يسمعوا اللغة ويسمعون حديث ويسمعون حواراتك، إذا ما عندك الصوت جميل ومؤثر ستنسى مع الأيام. وكثير من الزملاء في الإذاعة والتلفزيون ما أثروا في أذن المستمع ولا في ثقافة المستمع. أنت ما شاء الله وصلت لأذن المستمع ما شاء الله، يعني حضورك، وبرضه كان الله يمسيه بالخير سين النجار، دكتور محمد الصبيحي، نعم، أستاذنا هذا. هل أساتذة يعني يمتلكون خامات صوت مميزة جدا، يعني حتى في بيانات الملكية عضو هيئة التدريس في الجامعة، نعم، اليوم طلابه إلى اليوم يعني من 20 سنة وهؤلاء يتخرجون من أقسام الإعلام في جامعة الملك عبد العزيز. رجل الحقيقة في ثقافته، في لغته، إلى اليوم أنا يعني آخر محطة شفناه في البوليفارد عندما قدم أحد البرامج في احتفالية جميلة، وكان موجود فيها حسين وأدى رسالة جميلة جدا.